جبرة إبراهيم جبرة، الكاتب والمترجم والرسام. في منزلي في بيت لحم كشف الباحث جورج الأعمى بحذر شديد عن لوحتين قديمتين لجبرة إبراهيم جبرة، مشيرا بفخر إلى أنهما غير معروفتين واقتناهما بعد بحث طويل، تساهمان في مزيد من الإضاءة على شخصية ثقافية متعددة المواهب لم يبدأ اكتشافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا قبل 3 عقود. وجبرة إبراهيم جبرة كاتب فلسطيني تنقل بين أنواع مختلفة من فنون الكتابة، من الرواية إلى الشعر إلى الترجمة، ويعتبر من الرواد في الأدب الفلسطيني، لكنه كان أيضا رساما وناقدا تشكيليا. ولد عام 1920 في مدينة بيت لحم، وتوفي عام 1994. درس الأدب الإنجليزي في بريطانيا والولايات المتحدة في جامعة هارفارد، وبعد حرب 1948 هاجر مع عائلته من الشاطر الغربي لمدينة القدس واستقر في العراق، حيث عمل بالتدريس في جامعة بغداد. ويروي جورج الأعمى وهو مقتني لوحات وقطع فلسطينية أنه حصل على اللوحتين من عائلة جبرة في أمريكا بعد بحث طويل، مضيفا أنه اقتناهما على مرحلتين خلال العام الماضي، ووصلتا أخيرا إلى بيت لحم، وسيرسلهما إلى خبيرة روسية لترميمهما، وسيتم عرضهما للجمهور في مدينة بيت لحم بعد الترميم. ورسمت اللوحتان بالزيت على ورق عندما كان جبرة إبراهيم جبرة شابا يافعا، وتحمل إحداهما اسم سقوط إيكاروس من الأسطورة اليونانية، وتحمل توقيعه مع تاريخ 1938، والثانية تصور امرأة وهي موقعة في سبتمبر عام 1941. وبدأ جبرة إبراهيم جبرة الرسم في سن مبكرة، وإذا كان عدد من أعماله بقي في بيت لحم، فإن أعماله الفنية في العراق آلت إلى الضياع بعدما انفجرت سيارات المفخخة أمام بيته، وتضرر المنزل كثيرا. ومنذ العام 1967 لم يعد يرسم وركز على الأدب، وأنجز في حياته 64 كتابا توزعت بين التأليف والنقد والترجمة. وفي بدايته لم يكن جبرة إبراهيم جبرة معروفا في الأراضي الفلسطينية، وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 شجعت المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية على نشر كتبه وتكريمه بأشكال مختلفة. بالنسبة للشاعر والمحاضر في اللغة العربية في الجامعة العبرية إلياس ناصر، فإن جبرة صور التجربة الفردية، أي الفلسطيني الفرد، ليكون الفرد صورة للجماعة لا أن تكون الجماعة صورة للفرد، ويعتبر أن هذا أصدق في تصوير شقاء الإنسان الفلسطيني. فهذا التصوير مرآة صادقة لتجربة الإنسان الفلسطيني في شتاته ونكباته.